ضمن مساحتنا الصباحية لليوم رح نتعرف على سيدة فكرت بفكرة مبدعة وبصمة أيضا مبدعة بأنه تجعل من القطع الموجودة بين إيديها تحف فنية وحتى الأقمشة تستخدمها بقطع جمالية وتضيف لمسة على أبسط الأشياء اللي السيدة بتستخدمها بالبيت وضمن المنزل، ولكن هي قدرت تعطيها طريقة مختلفة. سيدة هي ميساء عبد العال وهي مصممة أعمال يدوية، رح نتعرف على شغلها وتصاميمها. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، صباح الخير، كيفكم؟ يسعد صباحك. اهلا وسهلا. بالبدايه يعني هلا شفنا مجموعه من الاغراض من شغلك، خلينا نحكي بدايه مشروعك، كيف بلش؟ كيف اجتك الفكره؟ خلينا نحكي عنها. هلا بدايه المشروع كانت فكره كثير بسيطه، انا عندي هوايه هي الخياطه. انا دارسه هندسه وبشتغل هندسه، بس هوايتي الخياطه. فانا بعمل من زمان تياب الي، بعمل الي شناتي، جينز، هيك قصص. فمره عملت شنطه وعجبتني كثير، فقلت ليش لا؟ يعني مشي 4 5 شهور انه ليش لا ما اعمل شيء واعرضه، يعني بجوز العالم تحبه مثل ما انا عم حبه. صح. فعملت كذا قطعه وعملت صفحه على الفيسبوك وانستغرام وعرضت شغلي، والحمد لله لقيت تفاعل، يعني كان حلو. تفاعل حلو. خلينا نبلش شوي نحكي اليوم، معنا قطع متعدده، في شيء للبيت وفي شيء جديد يعني انت عملتيه هلا شوي، هيك عم نشوف هاي المخده كلها من تصميمك ولا بس الحقيقة الأفكار أنا وأختي شركة أنا وأختي بنشتغل بهالشغلات هيك، فبتطلع بنشوف فكرة حلوة، يعني بتخطر ببالنا فكرة حلوة فبنطبق على دغري. يعني عم نشوف أكثر من قطعة هلا، كلها هي أعمال يدوية، فينا نقول قطع قماش موجودة، يعني فينا نستخدم شيء جديد وقديم، شيء موجود عندك. هلا هذا اللي شايفتيه أنت كلها قطع قماش جديدة، بننزل عليها الإكسسوارات، بننزل عليها تطريز، بننزل عليها ممكن في شغلات دانتيل، شغلات كروشيه. هلا عم نشوف الشناتي جينز، هي مثل الشنات للصبايا دارجه كثير، هي للصبايا كثير هي، والثانيه موديل اللي عليه العين كمان كثير عم يحبوه. هذا فينا نقول للطاوله، هذا رنر للطاوله كمان عين كمان. هذا الموديل دارج كثير، في مخدات، في يعني في شغلات كثير انا مالي جايبتها معي، في مخدات كروشيه، في مخدات مخمل، بس جبت الشغلات اللي خرجت تنعرض. يعني في عنا جلايل طاولات كبيرة، جلايل مطبخ، في أشياء العلاقة بالمطبخ كتير، في هون كياس للخضرة ما بعرف إذا بيبينوا معنا. كياس الخضرة كمان شيء جديد مميز، هي قدام حضرتك مظبوط، خلينا نشوفها. هدول كياس خضرة بنحط فيهم الخضرة بالبراد مشان ما نحطهم بكيس نايلون أو شيء. خلينا نرفع شوي بس مشان الكاميرا هيك منيح. هلا طبعا هو بيتسكر، هي بطريقه عصريه، سابقا كانوا يحطوا الخضره بالبراد مش عشان ما تخرب. تمام، وبيبين معك يعني في قرنه شفافه فبيبين معك شو الغرض اللي بقلبه. في منهم اشكال كثير، يعني جايبه شغلات بسيطه معي، عملنا بيوت للشده، عملنا بيوت للنظارات. هدول هلا هي هدول شناتي للمكياج للصبايا كمان، هذا جينز مطرز حلوين كل شغلة، عملتها على شكل شفايف. ايوه مشان تكون هيك ملفتة للنظر وتبين انه هي فعلا في اشكال كثير لسه، بس الحقيقة انا جبت معي الشغلات اللي خرج ممكن تنحط يعني مكان صغير. طيب خلينا نحكي هيك قطعة قد ايه بتاخذ منك وقت؟ هلا هيدا دارج هلا موضوع العين كثير، هلا هدول الحقيقة يعني ان الفكرة من عنا بس التنفيذ عند اختصاصي له علاقة بالبلكسي، يعني بدها ورشة هي، بس نحن بنعطيه الفكرة، وفي اشياء كمان خشب كمان، لانه انتم بتشتغلوا يدوي اكثر، حتى القطع اليدويه مثل هدول قديش بتاخذ منك شغل؟ هلا مثل هي الشنطه هلا ممكن تاخذ نهار. لا هو الشغل على فكره الشغل اليدوي بياخذ وقت، اللي حملتها حضرتها هي عم شم كيس معطر. تمام، بينحط بالخزانه، بينحط بالحمام. هدول ممكن يتعلقوا، ممكن تعليق، ممكن تحطي وقت تحط بين الثياب. ايوه بيعطي ريحه حلوه للثياب. في عنا هدول كوسترات بنحطهم على طاولة السفرة تحت الأشياء السخنة، هدول مصنوعين من الحديد. خلينا نرفعها. بعدين دخلنا الخشب مع الحديد، هلا هدول علب بنحط فيها شوكولا، ممكن ينحط فيها ضيافة، مكياج، لام، أي شيء بدها من عنا فنانة حطت فيها رش تلوين، يعني كمان على الطاولة بينحطوا أي شيء ممكن. هذا خشب جوز مع حديد مشوي حراري، يعني هذا ما بيتأثر بالحرارة ولا بيتأثر بشيء.
موديلات عديده وطاوله كبيره وطاوله صغيره، يعني في كثير اشكال تبع الشده كمان، لانه كل محبين الشده اليوم غريبه الفكره شوي. هلا الشده في معها دفتره وقلمها، يعني جاهزين فورا على جاهزين بحطوا الشده و بنفتح. وفي موديلات ثانيه لها علاقه بالشده، هي جلاله مع مع هي للدفتر تمام، هي للقلم، وفي منه الاشكال يعني انا شكلين في للشده ورق الشده كله. لا بيسع هل هي الافكار حلوه غريبه كفي. يعني مين انتوا اختك تشتركوا بالافكار هيك بتحاولوا تخلقوا، لانه عم نشوف بالاونه الاخيره توجه كثير كبير للاعمال اليدويه الهاند ميد، كل الناس عم تحاول تشتغل فيه، وفي كثير تسويق عبر الانترنت وكل واحد عنده بصمته الخاصه. هون عم نشوف افكار مختلفه، كيف حاولتي مثلا تعملي لك بصمه ضمن هي العجقة والتميز؟ يعني احنا دائما نحاول دائما نعمل شيء ما حدا عامل منه، وهي يعني نحن عندنا هذا المرأة، يعني هذا الشيء بنعمل شيء بنحبه، فالحمد لله عم يطلع معنا اشياء يعني ما عم تلاقي اعجاب. حلو. طيب اليوم نحن عم نحكي عن مشاريع، هي مشاريع تعتبر مشاريع صغيرة، يعني السيدات عم يعملوا شيء بقلب البيت، تفاصيل صغيرة، ممكن مساعدة من ورشة معينة انت تعطيهم تصاميم يشتغلوا، وبالنهاية عم بتشاركوا يمكن بالفترة الأخيرة ببازارات، عم تكون هي البوابة إضافة لصفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نحكي عن أهمية هذا المشروع اليوم لكل سيدة. هلا يعني النصيحة انه ما حدا يتردد، نحن ما كان خاطر ببالنا هذا الشيء ابدا، طلعت فكرة على هيك. يعني قديش فرقت معك؟ فرقت كثير، يعني لانه عم تعملي شيء بتحبيه، عرفتي كيف؟ فموضوع البازار كان انه جمع عنا قطع كثير منيحة، يعني وعدد خرج انك تشتركي فيه، فحكينا مع الست رنا تطبع، هي بتنظم بازار الوان سوريا، فهي رحبت يعني وشاركنا معها بالبازار، والحمد لله توفقنا. هو فكره البازار الاحتكاك مع العالم، يعني في ناس بتابعوا فعل الناس لاول مره، لانه بالبازارات في اشتراك كبير تمام. يعني بتلاقي صبايا وكثير عالم عندها شغل. كيف كان تفاعل الناس مع القطع؟ تفاعل حلو والله. نحن هلا اللي بتابعونا على الصفحات في منهم بيحبوا يشوفوا القطع قبل ما يشتروها، فكانت فرصه هاي للي متابعين لنا ينزلوا يشوفوا القطع بالبازار قبل ما يشتروها. واللي عم يجوا ما متابعيننا صاروا يتابعونا، يعني قطعنا لقيت الحمد لله اعجاب، وفي تميز وفي اتقان الحمد لله. حلو. ويمكن كمان هي بتكون فرصه تشوفوا اشكال متواجده اخرى من العمل، ممكن يصير في شراكات بينك وبين حدا بيشتغل شيء معين، تعملوا قطع مشتركه، يعني خصوصا الهاند ميد هو عالم واسع وبيقبل التطوير. أكيد. يعني اليوم بنشوف فكره ما بيخطر على بالنا انه مثلا شو خطر على بالها تعمل هي القصه، صح. كيف عملتها لهيفا بنشوف هو هيك. فن بالنهايه، يعني هذا فن وكل فنان عنده فكره، يعني صحيح. طيب خلينا نحكي شو طموحك لبعدين، يعني قلتي انك كنت يعني اساسا دراستك هندسه، هون هندسه من نوع اخر فينا نقول فنيه، مش زمان طويل تطمحي غير المشاركه بالبازارات يكون عندك معارضك الخاصه؟ اكيد. هلا نحن مشروعنا عمره 4-5 شهور لسه، ساعدنا باول الشغل والحمد لله عم نتوسع، فنحن طموحنا دائما التوسع والافكار الجديده، ندخل مواد جديده، لان احنا كل بازار عم يطلع عنا دائما عنا شيء جديد، يعني ما في شيء بيتكرر، دائما في افكار جديده. بتجيك مناسبات بتعطيكي افكار، هلا الشهر الجاي في عيد ميلاد المجيد، فهو حيكون عنوان البازار الجاي هو عيد الميلاد. فدائما في شيء جديد، وطموحنا التوسع، يعني وادخال مواد جديده. هلا احنا بلشنا بقماش وجينز، فتنا بالخشب والحديد، فتنا بالبلكسي، ممكن دائما يكون في اشياء جديده ما جاي ببالنا هلا لسه يعني. صحيح. اليوم ونحن عم نحكي يمكن مع حضرتك عم نشوف هاي المشغولات اليدوية، نشوف كمان انه اليوم سيدات بسوريا اخذوا منحة كمان اللي هو الحفاظ على الهوية، الحفاظ على خليني اقول حكاية الجدات، تراثنا، كل واحد يمكن طور بشيء. اليوم عم بيقولوا العين موضة بالعالم، ولكن هي اساسا موجودة بتراثنا وبالشغلات القديمة، حتى هاي الالوان اللي هي الازرق بتدريجاته من الألوان المحببة، كان نحط قطعة زرقاء بالبيت، حطي شيء على الباب، الكف، هدول التفاصيل موجودة من زمان بنوعها من نحن وصغار. أكيد. أدي حاولتي تعملي هالدمج بين شيء له علاقة بتاريخنا وشيء له علاقة بالحداثة؟ اليوم الناس بتحب شيء جديد. أكيد. هلأ نحن كلنا عايشين بيوت الشرقية كلها في هذا اللي أنت عم تحكي عليه، العين والألوان الأزرق والألوان الدمشقية القديمة. فنحن فوتنا الجينز عليهم موديرن، صار فورنا الفلكسي عليهم صار موديرن، فوتنا الحديد عليهم، يعني بياخذ قديمه بيطوره، ما بيتخلى عن قديمه ابدا. اكيد. طيب في كثير من الناس عم تتواصل معكم عبر صفحاتكم من خلال البازارات، في ناس بتعطيكي افكار، يعني بتقول لك مثلا انا بدي قطعه هيك ببالي، او بتحبي تشوفي شخصيه الشخص حتى بتتناسب مع الديكور، مع بيته، مع بيئته، كيف هو عايش؟
هلا بيجينا طلبات على الصفحه لاشياء محدده، انه انا بدي مثلا شغله حط فيها هالشيء هيك وهيك وهيك، فنحن بنفصل له حسب رغبته يعني. حلو. كل شيء قابل للصنع، عنا ما في شيء ما بيتسوى، ما في شيء مستحيل. اكيد. وبما انه حكينا عن النظارات، يمكن خلينا نشوف باقي النظارات ونشوف المفارش. هلا هذا كمان مفرش لطاوله، هذا كمان مفرش طاوله. تمام. لا انا رانر هذا بينحط هيك مشان يبين شوي بشكل هو مستطيل. اوضح. تمام. كمان عين هاي بينحط بنص الطاولة، نص تقريبا الطاولة. ممكن يتجمع ينحط عليه فاز، ممكن يعني في هي طريقة العرض اللي بتحب. تمام. تعرضه القماش اللي هو انا شايفة فيه مثل هذا طول اللي طول على الوش وقماش تحته قماش منبطن. تمام. هدول بيوت نظارات كمان جينز حلوين. خامه الاشياء تختلف عندك، يعني ممكن حدا يطلب منك تنفذي له شيء بخامه غير الخامات اذا بتناسب الشيء اللي هو طالبه؟ اكيد يعني ما عندنا مشكله. بناء القطعه والقماشه، بناء القطعه والقماشه واللون اللي بده اياه. يعني بالختام بدنا نشكر وجودك معنا اكيد، وكل الاشياء الجميله اللي عرفتينا عليها اليوم. كلك ذوق. شكرا لكم لاستضافتكم ولتشجيعكم، يعني هلا اللي انتم عملتوه بشجعني كثير الحقيقه، وانه كمل ونطور ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك على مثل ما قلتي بتطور بتوسع دائم وبوزارات جديده، ونشوف شغلك مو فقط في دمشق، في المحافظات السوريه. ان شاء الله. بتمنى لك التوفيق. شكرا لكم كثير. شكرا كثير.